قدمه. طب بعد اذن خالي وحيد يطبل. طبله. عزيزي المشاهد، عزيزي المستمع، شوف بقى التقديمه مع المطرب الشعبي اللي بداها بدقه، هادي لقه. خلاص يا علم للأهبل والغشيم، ما تمسك وتحري شعبان عبد الرحيم، وانا حبقى في السليم. وإيه سكوي صحيح تحري ودوني شبش بفوطة، رقصت القطر زمان ورقص لك فطوطة، رقص لك فطوطة. صحيح شكلك حرامي ونايم عالرصيف، بتغني في الحواري ببيضة ونص رغيف، ببيضة ونص رغيف. بتعيب فخوك يا لقا، مش عايز اغلط وابوح، صوتك نساز وشكلك واقع من عالسطوح، واقع من عالسطوح. بدلتي ستة لون لكن انت في بدلتك، واحمي منطلون وتشبه عمتك، وهلا جذبتك يا اختي. مالكش دعوة بيا ولا دعوة بعمتي، مش اي حد يلبس حزامي وبدلتي ولا يمشي مشيتي. انا مطرب لما غني بتنقط بالدولار، لكن انت لو تغني بيرشوا عليك سولار، بيرشوا عليك سولار. ما باكلش من القوانطة ولا برقص عن سلالم، ما توقعنيش ورطة السمير يا ابن مغانم، السمير يا ابن مغانم. انا مطرب الجوايز وبحضر مهرجان، لكن انت بتاع ازايز تتعبى في بطرمان، الله يرحم زمان. انا برفض الجوايز ولا بحضر مهرجان، والناس لو اختاروني هخش البرلمان، وامان يا ليالي امان، امان يا ليالي امان. ما تيجي نسيب المهنة ويلا نصطلح، انا موافق يا صاحبي ما تيجي نصطبح، قوم بينا نصطبح. وايه طب ايدك على القبيل، انا مش هصرف عليك، اما انت طلعت عيل ومفيش فايده فيك، ومفيش فايده فيك. وايه